كيف نقيم الحصيلة السياسية لحركة النهضة؟ وأي مسؤولية تتحملها الحركة عن تفاقم الأزمة السياسية في تونس؟ رئيس الدولة وهو مسؤول على الدولة أن يوقف مسار التدهور السير نحو صناعة ديكتاتورية دستورية. ما عمق الخلاف الداخلي الذي عجزت عن امتصاصه الأزمة الوطنية على حدتها؟ وإلى أي مدى يمكن أن تذهب المراجعة الداخلية للحركة؟ وما حدودها؟ تقدير موقف الليلة 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.